أنا المزارع أحمد جدوع من مدينة كفر زيتي في ريف حماة الشمالي. نزحنا بال 2019، جينا إلى المخيمات الشمال السوري. نحن كمزارعين ما بنحسن نقعد، بنتم نشتغل، إذا ما اشتغلنا ما بنحسن بنعيش يعني، لأننا مزارعين نحن. فجينا على منطقة اسمها دير بلوط، قرية دير بلوط، لنستأجر الأراضي، لقينا الأراضي صالحة للزراعة كثير، كويسة للزراعة. بس هنون جماعة دير بلوط ما عندهم خبرة بالزراعة. جينا لقينا الأرض قاحلة حصيد، ما عندهم خبرة بالزراعة خالص. استأجرنا منهم الأراضي وصرنا نزرع بطاطا، صرنا نزرع ملوخية، صرنا نزرع فستق عبيط، صرنا نزرع قرنبيط، ملفوف، خضار كاملة. صاروا يتعلموا منا كيف في الزراعة، لأن نحن ما بنحسن بلا ما نشتغل بلا زراعة. نحن وجماعة مدينة اللطاملة وجماعة كمان ريف حماشة، ريف حلب الجنوبي، جماعة خان طومال، عم نشتغل كلياتنا بالزراعة ونستأجر من الأرض. الأرض صالحة كتير للزراعة، بس هنون ما عندهم خبرة. جماعة دير بلوط والمنطقة هون يشتغلوا فيها ما عندهم خبرة كافية. نحن من ريف إدلب الجنوبي ونازحين بدير حسان وعم نترزق الله بنشتغل كأنها عمال. اشتغلنا أكلنا، ما اشتغلنا متنا من الجوع. إن الله مع الصابرين. وإيش الكرتون بدنا نسوي مع العشرة أنفس؟ الساعة أمس كنا ناخذها بليرة، هلا امبارح واليوم صرنا ناخذها بليرتين. قال غلينا للعمال ونحن أعطونا ليرتين وبيفرجها الله على أمة محمد. الله يجعلها بالفرج على أمة محمد. عشرة أنفس إيش بدي يدبرها؟ إذا ما اشتغلنا وترزقنا الله. تمام. احنا ساكنين بمخيمات أطمي، يعني اذا بدي استنى السله الغذائيه ما بتعيشنا السله الغذائيه. انا عندي 8 تنفس، انا وعيلتي عندي 8 تنفس، وعندي ابويا وامي، ما بنحسن بنعيش على السله الغذائيه. وبتمنى من كل الشباب اللي عنده خبره او عنده اي، المزارع يشتغل بالزراعه، الحداد يشتغل بالحدادي، الفلاح، كل شيء عنده شغله يشتغل فيها. ما بدنا احنا نستنى السله الغذائيه، بدنا نعيش. وانا ساكن مخيمات أطمي، عم بيجي كل يوم الصبح الساعة 4 الصبح بيجي على الأرض الزراعية وبرجع الساعة 9:30 بالليل المساء. يعني عم نشوف بيتنا خلال 7-8 ساعات. عم نروح على البيت لاقي الأولاد أغلبها نايمين ونحن بالبيت، نحن هون بالأرض الزراعية. ليش؟ مشان ما نستنى حدا، بدنا نشتغل، بدنا نعيش. لأن نحن متعلمين على الشغل، متعلمين على الزراعة. إذا ما اشتغلنا بنموت، بنموت من كل شيء، بنموت من الجوع.